طيب يعني ربما نختم بقى السؤال، يعني إذا ما تحدثنا على أن إذا كانت فرص المعارضة ضعيفة، أن الحركة القومية أو التحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية سيعود على رأس بلديات إسطنبول وأنقرة، أخذ أردوغان الانتخابات الرئاسية، أخذ البرلمان، الكتلة الأكبر في البرلمان والغالبية، والآن إذا ما تحدثنا عن فوزه بالبلديات، هذا كله مفيد ونجاح، ولكن ألا يعتبر في وقت من الأوقات خطرا في أن أي مشكلة ستحدث لن تعلق إلا على أردوغان وحزب العدالة والتنمية باعتبارهم هم المهيمنين الآن على القرار السياسي في تركيا؟ نعم، خلال المرحلة الحالية والقادمة لم يعد أردوغان هو الرئيس المرشح القادم في تركيا، يعني هذا الرئيس هو في مرحلته الأخيرة. لهذا السبب الرئيس أردوغان حاليا يعمل تماما على تحسين صورته كرئيس قدم لتركيا كل عوامل التقدم، يعني لا يسعى إلى ترسيخ الرئيس أردوغان وكأنه يدعم حزب العدالة وأحزابه، بالعكس تماما الرئيس أردوغان يسعى باتجاه تمكين مؤسسات الدولة التركية. لهذا السبب نعم، المشكلة الرئيسية التي يمكن أن تحصل للرئيس أردوغان هو فشل الفريق الاقتصادي والفريق الجديد الحكومي في تركيا في تحقيق الأهداف المطلوبة خلال 5 أعوام على موضوع التضخم، على صعيد الاقتصاد، على صعيد تحسين الحياة. فهذا هو فقط المشكلات التي يخشاها الرئيس أردوغان. خارج هذا السياق سياسيا لا يهم الرئيس أردوغان أي تحديات بعد انتهاء الانتخابات الأخيرة، يعني تقريبا المخاوف المتعلقة بموضوع النظام الرئاسي انتهت. حاليا الخطر الوحيد على الرئيس أردوغان هو في الجانب المتعلق بفشل هذا الفريق. لهذا السبب البلديات مهمة للرئيس أردوغان، يعني قطاع الخدمات والمجتمع المدني مهم جدا للرئيس أردوغان في هذه المرحلة، ولهذا السبب يتم السعي من أجل الوصول إلى البلديات بشكل كبير. أستاذ أحمد الحسن الخبير المختص بالشأن التركي، أشكرك على التواجد معي في هذه الحلقة. مشاهدنا الكرام، إلى هنا انتهت محطتنا السياسية، فإلى حلقة جديدة من محطات سياسية. أنا عمرو ملكي يحييكم، دمتم في أمان الله.